كرة القدم تحتاج مهارة كبيرة في اللعب، لذا يسعى اللاعبون المهتمون لتعلم هذه المهارات وإتقانها وصولا إلى أعلى درجات الاحتراف. فالنهاردة معانا 4 مهارات يستخدمها النجم المصري محمد صلاح في مبارياته، وهنحاول نتعلمها خطوة بخطوة مع بعض. تابعونا بعد الانترو. السلام عليكم، معكم أحمد سيد، وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مهارات جميله جدا للاعب المصري محمد صلاح، وهو بيستخدمها دايما في مبارياته. بس قبل ما نبدا يا شباب، ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد عندي في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الاشعار عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. واول مهاره معانا وهي مهاره صلاح بودي فينت، وزي ما هنشوفها دلوقتي. وانت بتجري في اتجاه الخصم هتقوم بعمل التمويه بالشكل ده، وتسحبها بنفس القدم عكس ميل جسم الخصم، وفي الحاله دي هتكون راوغته بكل سهوله. المهارة دي جميلة جدا وبيستخدمها محمد صلاح دايما لمراوغة خصمه أثناء ما بيكون على الجناح، وبعد كده بيقوم بتمريرها لزمايله أو بيقوم بالتسديد مباشرة. تعليم الحركة سهلة وبسيطة، هتقوم بمد القدم لعمل التمويه بالطريقة دي لمدة 10 دقائق يوميا، وتاني خطوة هتقوم بدمج الحركة كاملة عشان تتعود عليها. وتاني مهارة معانا وهي مهارة دانس أوف ذا فوت صلاح، وزي ما هنشوفها دلوقتي. اثناء ما الخصم بيكون امامك او مندفع ليك، بتقوم بمرجحة اقدامك بالطريقة دي وتمر بسرعة بالجانب، وفي الحالة دي هو مش هيلحق يوصل. وهي مهارة تشكل شكل رائع لمحمد صلاح اثناء تنفيذها، لان قدمه سريعة جدا بيقوم بتنفيذها اثناء اندفاع الخصم اليه، وبعد كده بيمر منه او بيسدد على طول. في تعليم المهارة هتقوم بعمل الحركة دي 20 مرة في اليوم على الاقل، وبعد كده هتعملها وانت بتسدد عشان تتعود عليها مع التسديد. وتالت مهارة معانا وهي مهارة باسيت باي صلاح، وزي ما هنشوفها دلوقتي. اثناء الكرة ما بتجيلك بتجري عليها وتقوم بعمل تفويتة، وتجري عليها بسرعة جدا بالطريقة دي. المهارة دي جميلة لخداع الخصم تماما، لانه بيخدع الخصم انه رايح للكرة وبيقوم بتفويتها والذهاب الى المرمى مباشرة. هي تعليمها مش هتاخد منك وقت، هتتعود على الحركة دي وتعملها في حدود 5 مرات يوميا. والمهارة الرابعة وهي مهارة ذا بوتين ديستروير، وزي ما هنشوفها دلوقتي. وانت بتجري في اتجاه الخصم هتعمل انك هتروح في زاوية وتخطفها بنفس القدم في الزاوية الاخرى، وبالتالي هتكون عديت منه بسهولة. المهارة دي كان بيستخدمها كتير جدا في الموسم الماضي مع ليفربول، وكان ليه هدف مشهور قوي اثناء تنفيذ هذه المهارة. تتعلم الحركة دي وانت بتجري بالكرة، اهم حاجة يكون عندك كنترول او تحكم في الكرة صح. وبكده يا شباب خلصت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، واراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.